طيب دي كانت درجات الحرارة، مهم ان احنا نعرف تفاصيل اكتر. كمان معنا دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور منار بونجور، صباح الهنا، وخلينا نعرف من حضرتك حالة الطقس كمان خلال الويك اند، لان مهم جدا، ناس كتيرة قوي بتسافر ويبقى عندهم اشغال كمان، بوضع الشبور واخبارها ايه، هل هيكون في تساقط للامطار ولا لا؟ اتفضل يا دكتور. صباح الفل على حضرتك دكتور نهاوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين. طبعا يمكن احنا بالامس واول امس شهدنا حاله من التقلبات الجويه وحاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، وكان في نشاط رياح حسسنا اكثر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس، سقوط امطار متفاوت في الشده، اضطراب ملاحه بحريه. لكن متوقع ان شاء الله من اليوم مع حركه المنخفض الجوي الى بلاد الشام يبقى في تحسن نسبي في الاحوال الجويه، لان هيحصل اعتدال في سرعات الرياح. سرعات الرياح لما تعتدل فاحنا هنحس بدرجات الحراره كما هي، يعني في انخفاض طبعا في درجات الحراره خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل، لكن مع اعتدال سرعات الرياح هنحس بالتحسن النسبي في الاحوال الجويه. اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون 16 درجه مئويه خلال فتره النهار، يعني اجواء مائله للبروده على اغلب المناطق الشماليه، معتدله على المناطق الجنوبيه خلال فتره النهار. خلال فترات الليل خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر هتظل الأجواء شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في شمال الصعيد وسط سيناء محافظة الوادي الجديد بسبب انخفاض درجات الحرارة الشديد خلال فترات الليل. كمان اليوم في طبعا تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، فتستمر فرص سقوط الأمطار على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، هتختلف شدتها من المحافظات المختلفة. ما بين الامطار الخفيفه للمتوسطه على المناطق المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، امطار خفيفه على محافظات جنوب الوجه البحري، مدن القناه، ايضا القاهره الكبرى اليوم فيها فرص سقوط الامطار الخفيفه، ويمكن بدات خلال فتره الصباح، ومتوقع في فرص على مدار اليوم لكن كلها امطار خفيفه مش مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. مع غدا ان شاء الله يكون في مزيد من التحسن في الاحوال الجويه، تبدا درجات الحراره ترتفع ارتفاع طفيف وتتراوح ما بين 17 و18 درجه مئويه على القاهره الكبرى، هنحس بالاعتدال في الاجواء. فتره النهار هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، لكن فترات الليل هتظل الاجواء يعني نقدر نقول بارده لشديده البروده على اغلب الانحاء. بالاضافه كمان غدا وبعد غدا متوقع تكون سحوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وطبعا هتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق. فمهم جدا نحذر كل قائدي مركبات المسافرين على الطرق، لازم تكون القياده باستسلام، نتبع كافه تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خاصه فترات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر. مهم كمان ان احنا لازم قبل ما نخرج من البيت نعرف الحاله الجويه عشان ما نتفاجئش باي ظروف جويه صحيح. مختلفه، لكن ان شاء الله فتره الويك اند الاجواء مستقره بشكل كبير جدا على اغلب مناطق الجمهوريه. يعني الجمعه بالليل تحديدا هيبقى كويس، مفيش امطار على القاهره الجمعه في الشيخ زايد، في الشيخ 9 وربع بتاع عندي حاجه والله، يعني هيبقى مفيش مطر اهم حاجه. لا مفيش اي فرص امطار ولا الخميس ولا الجمعه على القاهره الكبرى ان شاء الله، بس ناخد بالنا من انخفاض درجات الحراره فتره الليل. رائع جدا دكتور منار، بجد تغطيه كالعاده ممتازه، مشكورك جدا عليها، شكرا ليكي.